مرحبا أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في لقاء جديد ضمن برنامجكم نصف الشهري الطرح السياسي. ضمن هذه الحلقة من البرنامج أيها السادة، يسرنا أن نستضيف السيد محمد محمود السيدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. مرحبا سيد رئيس. مرحبا بكم. كما يسرني أيها السادة المشاهدون الأفاضل أن أرحب باسمكم ببعض قيادات الحزب التي حضرت معنا هذا المساء بلاتو برنامج الطرح السياسي. مرحبا. مرحبا. وسنتحدث أيها السادة المشاهدون الأفاضل ضمن هذه الحلقة من البرنامج كما هو المعتاد في مختلف حلقات هذا البرنامج عن البرنامج السياسي لحزب تواصل وعن رؤيته حول المستشهدات الوطنية وغيرها من القضايا التي ستطرحها الحلقة بمشيئة الله تعالى وعونه. أرجو لكم متابعة مفيدة لهذا اللقاء، وأتمنى أن تتابعونا وأنتم وتستفيدون كذلك من هذا اللقاء. سيد رئيس، مرحبا بكم معنا في ثاني حلقات برنامج مرحبا بكم الطرح السياسي. بدأت لكم الكلمة لتقديم الحزب. بطبيعة الحال الحزب معروف، ولكن نتحدث قليلا عن بعض المستجدات الحزب في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر للقناة الموريتانية هذه السانحة. أهلا وسهلا. و أهنئ الإدارة الجديدة والنفس الجديد الذي دفعنا إلى المشاركة بعد أن كنا ممتنعين في المراحل السابقة عن المشاركة في مثل هذه البرامج. وبالمناسبة لن نستغل هذه الفرصة، نعم، نذكر بموقف مبدئي عند عموم المعارضة وعن التواصل. الدستور يعطي الكافة الفاعلين السياسيين الحق في الولوج للإعلام العموم بطبيعة الحال، والهيئة العليا للإعلام السمع البصر الهبة، نعم، أيضا تنص على هذا الحق، نعم، وهذا الحق كنا نطالب به، نعم، وكنا دائما رافضين أن ينادانا فوقات الحاجة وننتساو، ولين تخلق مناسبة ثانية ونداءنا، وإذا ما هو منضبط كنا نبغوا نقبضوا حصتنا العاطينا القانون. وكتبنا في هذا إدارة القناة الموريتانية، وكتبنا فيه الهبا، وكتبنا فيه زعامة المعارضة، ورسائلنا موجودة، ومؤكدين أن لا بد أن نستوفي حقنا بالولوج لوسائل الإعلام العمومي. هذا الحق نبغي نذكر به موجود في المادة الخامسة من قانون الهابا، نعم، وصريحة، نعم، ولين نقراها في ثواني، نعم. المادة الخامسة جديدة: لا يمكن أن يكون وقت البث الممنوح للمعارضة البرلمانية أقل من ثلث مجموع حصة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والشخصيات المنتمية للأغلبية البرلمانية، نعم. إذن ثلث للرئيس وثلث للأغلبية، نعم، والوزراء الحكومة، نعم، وثلث المعارضة لا يقل عن هذا الثلث، نعم، فضلا عن حق آخر لبقية الأحزاب غير المنتمية، نعم، لا للأغلبية ولا للمعارضة، هي أيضا عندها حق يتناسب مع نسبة ناخبها، نسبة، نعم، تمثيلها وأصواتها. وشاكرك على إتاحة هذه الفرصة. أهلا وسهلا. تواصل حزب وطني يتأسس على سبعة مبادئ، نعم، ثلاثة أساسية يحاول يتميز فيها، وأربعة وعلى كل حال هي كلها. الأول أنه حزب وطني ذو مرجعية إسلامية. المرجعية الإسلامية
الأساس الأول تواصل، وهذه تحتاج وقت. والأساس الثاني هو أن الوحدة الوطنية مرتكز أساسي في خطاب تواصل ومارس تواصل ودعوة التواصل للإصلاح. والمرتكز الثالث أن تواصل حسم الخيار الديمقراطي كخيار أساس في أي تنمية وأي إصلاح وأي عمل وطني شامل. وهذا المارسه يسوى بالمرجعية ويسوى في الوحدة الوطنية ويسوى بالخيار الديمقراطي نمارسه داخل هذا الحزب، فضلا عن بقية مبادئنا نتعلق بأنه حزب وطني وأن مهتمين بالمساواة وبالعدالة وبالحرية. الحرية، العدالة، المساواة. تواصل اليوم يدعي أنه يتقدم على الطيف السياسي نسبيا، يسوى على مستوى نصوصه ويسوى على مستوى ممارساته. احنا في علمي الحزب الوحيد اللي ناص وثائقه على إلزام التداول ومأموريتين رئيسه وكيف ذاك مع بقية منظماته. المنظمة النسائية في تواصل اللي ترأسها النائبة عائشة، هذا مؤتمرها الرابع، تقدمت الحزب في مؤتمراتها رئيسة بعد رئيسة، فريق بعد فريق، وهذه ما هي الرئيسة الأولى وسبقوها في نفس التناوب. المنظمة الشبابية اللي رأسها الأخ علي كاسوغي كان سابقه يحيى اللي ظرك نائب رئيس الحزب، وخاط نفس التداول رئيس بعد رئيس، مكتب تنفيذي بعد مكتب تنفيذي، مجلس الشورى عقب مجلس الشورى. بالمناسبة رئيس مجلس الشورى رئيس حمدي هذا الموجود الآن. فنظامنا نمارسه الديمقراطية ممارسة، وأنا جاي من المؤتمر الثالث التواصل اللي جدد قيادته واللي ماشي في الخيار ما وراجع فيه. تواصل يطرح جملة من الضوابط تسير عمله في نظره أنها هي تحمي مشروعه. من أولها حرية الرأي داخله والتنوع فيها والحرية في التعبير عنها يسوى خارجي يسوى داخلي، ومنها الاحتكام لمجموعة كبيرة من النصوص. ما نتكلم عن النظام الأساسي والنظام الداخلي بس المجال، نتكلم عن رؤية تواصل الوحدة الوطنية هو اللي حمانا، لأن ناقشنا وأفكارنا سطرناها في وثائق وخف خلافنا حول هاي الأمور. رؤية تواصل حول الرق. طيب سيد الرئيس، سنصل إلى ذلك بطبيعة الحال، ولكن بشكل أكثر بشكل منهجي قليلا، ولكن ماذا عن الحزب ومحاولاته لتجسيد الرؤية الإسلامية؟ ماذا فعلتم بهذا الخصوص، وماذا كذلك بخصوص تكريس الوحدة الوطنية؟ ما هي القضايا التي قام الحزب بها لتنفيذها تاني؟ طبعا تواصل عنده أمانة في مكتب التنفيذي، أمانة التأصيل. وقضيتنا في هذا الموضوع ما نتميزوا فيها كثيرا عن بقية المجتمع الموريتاني. هذا البلد ما قاد يخلق فيه شيء، ما هو بالدستور اللي نص أن الإسلام هو المصدر الوحيد للقانون قوانين، هذا هو الأساس اللي نشتغل عليه. وبناء على هذا احنا نصدر في مواقفنا عن استشارة في رأي الشريعة فيها. هذا اللي نجيبه في مجموعة قوانين للجمعية الوطنية، ونجيبه في مواقفنا، ونجيبه في وقوفنا مع القضايا اللي تحمي مرجعية البلد وقيمه وأخلاقه ودينه. ولكن هذا أهم الأساس. قد يقال هنا، الرد هنا يأتي بأن المجتمع مسلم 100%. صحيح. فما هي النواقص التي ترون التي تعملون على تصحيحها؟ طبعاً إحنا ما نجهة حكومية، ما نجهة تنفيذي. عندنا مطالب. إحنا تركيزنا الأساسي باختصار على حماية قيم البلد. إذا أنت نحارب الأخلاق. نضجوا.
إذن تمتص القيم انضجوا. نعم. إذن تمتص الثوابت انتحركوا. إحنا طليعة. نعم. الحماية. القيم والثوابت. القيم والثوابت في هالبلد. نعم. هي مرجعية. المجتمع أصلا. نعم. وهذا عندنا ما نختلف فيه. نعم. إذن يلتحق. نتوحدوا. نعم. وهذا ظهر في مناسبات كثيرة. نعم. بالنسبة للوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية نعم. إحنا حاصل عندنا البلد ما تقدر تقودوا شريعة واحدة. ما تقدر تقودوا شريحة واحدة من شرائحه. نعم. وأنه بلد متنوع ومتعددة. ولا يحمي ما هو خطاب ومشروع يمزج مكوناته ويخلطها ويمرق منها مشروع على أساس الكفاءة وعلى أساس برامج. هذا إحنا نمارسه داخلنا. تواصل اليوم نصوصه تلزم على ما تنشأ لجنة ولا هيئة ما فيها التنوع اللي يسموه احنا التنوع. معناه هذا عود فيها حرطاني وعود فيها بيضاني وعود فيها فلاني وعود فيها سونيكي وعود فيها ولف وعود فيها شاب وتود فيها امرأة قدر المستطاع. انا ما قد نقول لك ان هذا لا بدي نحشر فيهم هذا. يا غير التنوع تشوفه في لوحتنا وتشوفه ممارساتنا ويخرم قواعدنا إلين يخرم ممارستنا إلين توقف لجنة وتطلع منا هيئة والله جماعة ما تمثل الوحدة الوطنية تسقط فورا ونتوحد إلى ذاك. هذا مارسينو. تواصل اليوم رئيسه من مكون رئيس مجلس الشورى من مكون آخر نائبة الرئيسة هي ياين داو كوليبالي. رئيس المنظمة الشورى علي كاسوغي هذا فينا. أمين العام الحزب أمينة تانيانك هذه أحدانهم هي نائب الرئيس يحيى داكو. هاي مجموعة التواصل اللي تمثل موريتانيا. هذا جاد علينا ونمارسه وماشيين فيه لقدام. طيب سيد رئيس أين وصل النقاش على مستوى الحزب بخصوص العبودية والريق ومحاربة مخالفات هاتين ظاهرتين؟ هذا الموضوع محسوم عندنا. احنا ماشيين في حماية حريات الأفراد. نعم. ومحاربة الاسترقاق. والمعركة ذاك معركة مخلفات وآثاره. نعم. وبالمناسبة احنا ملاحظين على ان التآزر. نعم. اللي نشأت على أنقاض. تضامن. طاح منها الزر اللي كان يتكفل بمصاريف ورسوم ضحايا الاسترقاق وخالبين باطل مرفق. لا هو بقى في هذه الجديدة ولا نحال على جهة أخرى. احنا حاصل عندنا في نقاشنا على المخلفات الرق يلا يا ينقضى عليها بالعجلة. نعم. وينقضى عليها الفوق وينقضى عليها دون تردد. نعم. وانها جزء أساسي من شل التنمية في البلد وجزء أساسي من شل مكون كبير من هالبلد يلا ينهض ويلا يتساوم على الاخرين فيه. طيب وماذا عن الخريطه السياسيه للحزب على المستوى الوطني؟ احنا الحمد لله رب العالمين اليوم التواصل ممثل في جميع ولايات موريتانيا باتحاديات واقسامه. نعم. وفروعه وفي جميع مقاطعات موريتانيا في علمي العاد يبقى منها يغلق يعي قل شور فرع ويعني الحق قسم. احنا في الانتخابات الأخيرة وانتخابات 2018 غطينا قدر المستطاع مراقبة المكاتب في أغلب موريتانيا. ما نيلا أسهمنا مع بقية المعارضة فينا نعوضوها في عموم التراب موريتاني. اليوم تواصل مجالس الوطنية مجالس الشورى المحلية. نعم. ماشي في جميع ولايات موريتانيا. وماذا عن مستوى الضفة والمناطق اللي المهولة بالسكان اللي كانوا أحيانا تحت يعرفوا مخالفات العبودية؟ ماذا عن حضور الحزب في هذه المناطق؟ ممتاز. احنا الضفة هذه محل تركيز عندنا ولهذا احنا في الانتخابات النيابية الأخيرة انتزعنا المقعد النيابي في قديماغا وطلعنا شهر الشوط الثاني في بوغي اللي كانت عن ما فيها
وطلوعنا في المجالس الجهوية في جميع ولايات موريتانيا. احنا طلعنا، هذا راه بالك من الأمور تستغرب. نعم. احنا طلعنا في جميع المجالس الجهوية. نعم. طالعين للشوط الثاني احنا والاتحاد. وخليك شي ما نعرف شنو، بقدرتي قدير زمقنا منها كاملة. وهذا هو اللي خلقنا وزمقنا مناطق في الضفة اللي احنا مدعيين. لأن ذاك اللي خلق في روسو واللي خلق في بوغي واللي خلق في كيهيدي واللي خلق في معطية. طيب سيد الرئيس، بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها، سمحوا لي شوي، بغض النظر ماذا عن الانتساب على مستوى الحزب في هذه المناطق، ماذا عن مستوى وصول الخطاب الحزب في هذه المناطق مثلا، بغض النظر عن نتائج الانتخابات هو لا كنت قايس لك نتائج الانتخابات لانها مؤشر على 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 ذاك الحضور. على كل حال حزب تواصل خطابه للامانه الى الان مازال خطاب حضري، وولوجنا للريف يتحسن تدريجيا، واحنا ملاحظين لرسلنا ما كنا وصلنا لاعماق بعيد، يا غير بعد الضفه من المناطق اللي تقدم فيها خطابها. انا اتكلم عن المناطق الوعره البعيد اللي وسائلنا ما توصلتنا، غير قاعد الحمد لله مع وجود الاعلام الجديد ومع وجود التواصل فيه اتوقع ان الانتخابات القادمه الدور تدل على اني واصل تواصل. تعتقد ان السيد الرئيس ان الخطاب برغم ما ذكرتم عنه ما وصفتموه به لم يترجم في الحقيقه الى شعبيه، ما هي اسباب ذلك حسب وجهه نظرك؟ هاي المقدمه متفقين عليه. أنا شك على أن الشعبية، لأن ذكركم في حصل بعض المناطق التي لأن تكلم ذكركم ب 2018 تكلم أعلى شخص في الدولة وهاجم تواصل وقال لأنه ذا اللي نال في 2013 قرعة المعارضة اللي ما شاركت وحاربوا وعادوا رصف على موظفين يقلعوهم من بلايصهم، هذا مهم عندي تسمعوا. نعم. وكحزوا الى مجموعه من التجار واثقال عليهم بالضرائب. ولكن احنا نتحدث نكمل لك شوي. نتحدث الرئيس وقالوا تواصل ما عنده شعبيه اذا كان عنده ما هو حق. نحن نتحدث السيد الرئيس هنا عن قواعد البيانات الموجوده لدى الحزب. لا ينجيك فيها. الخطاب السياسي للحزب الى اي حد هذا هو ترجم على ارض الواقع. اللي نقول له ولا نجاوبك؟ تفضل. قلت لي نوقف رئيس. نعم. ويوصف تواصل بأوصاف التطرف ويوصفه بأنه قابل قرعة ماهيله وقال أنه دور تظهر حقيقته بيدي كان انتخابات كان مشارك فيها هو واحد مع الخطة الأخرين جاءت 2018 سيد الرئيس خلقت انتخابات فيها نكمل شوي كلمة نتحدث عن خلقت الانتخابات لا يجيك فيه لا يجيك لا نقول لك انتساب نتحدث عن الانتخابات لا نقول لك فيها خلقت الانتخابات وتو بيجاز إذا كلمتين إذا قاعد طيب تفضلوا سيد انتخابات وحافظنا على مركزنا وظهر على محاصرة رجال الأعمال وابتزازهم وقهرهم وقفل المنظمات وغيره تواصل حافظ نفسي مركزه انتساب تواصل في المؤتمر الثالث الحق 100,000 منتسب ما نعرف كانوا زاد عليها شوي والله نقص عنها شوي هذه هي الأرقام لكم عندكم هاي الأرقام كنا نحوم حول 100,000 من المنتسبين اللي شاركوا في المؤتمر واللي صوتوا لتطلع منادب قياس المؤتمر. نعم. هبط اياك نجاوبك بشكل اكثر. طيب سيد الرئيس ما هو دور الحزب اليوم في المعارضه؟ ماذا عن دور الحزب تواصل في المعارضه؟ تواصل الى الان من في صميم المعارضه ويتقدم فيها وهذه المره الثانيه اللي نال زعامة المعارضة الزعيم السابق هو عمدة عرفات الأخ الحسن محمد وفي زعيم جديد للمعارضة هذا الموقع حمل مسؤولية السعي لم شمل المعارضة وبعد انتخابات مباشرة احنا عدلنا جولة على الطيف المعارض ندعو لالتئامهم من جديد وأن ننطلقوا من جديد في تشكيلة جديدة كان التجاوب نسبي شي تجاوب معنا بالعجله وشي اجل وكانوا كاملين يعيشوا مهله المهله المعطيه العهد الجديد لكن اللي اجل البعض يعتقد سيد الرئيس انه رده فعل على بعض مواقف الحزب احيانا اتجاه ذيك الاحزاب
ماني لا أنكر شيئا من هذا غير اللي باغي نقول أن تحمل مسؤولية استجداء أغلب أحزاب المعارضة وأن جيناهم مقراتهم وأن طلبناهم وأن لحينا عليهم دور كان معارضة توحد وتجمع، وهذا أنتج إطار تشاوري مع مجموعة المعارضة وأنتج إطار أضيق من ذاك يتقدم الآن ياك أسس حلف للمعارضة. نعم. وإحنا المعارضة ماشيين فيها ونخضعوا لمشورتها ونتنازلوا لها، وإحنا من الناس اللي دفعوا باتجاه التحالف في الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية. نعم. والجهوية اللي فرض على أن المعارضة طلعت بلوائح مشتركة مما مكن مجموعة من الأحزاب أنها تخطات عتبة الحل. نعم. وهذا ملي أسهم في تقوية التواصل كحزب رائد في المعارضة، ما نقال أن يقودها، قال أنه حزب أساسي فيها يتقدم. السيد رئيس ماذا بغسن؟ ربما نعود إلى هذه النقطة لاحقا، ولكن السيد رئيس الآن منذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية سادت روح من الجماعة الوطني والتشاور كذلك بين مختلف الفاعلين السياسيين والسلطة، وتعزز هذا أكثر، رأيناه تعزز أكثر في فترة كان في الحقيقة من الضروري جدا أن تتعزز هذه الروح، وهي الفترة التي واجهت فيها البلاد كارثة كورونا. أين حزب تواصل من هذا الإجماع؟ بارك الله، هو دون شك أن العهد الجديد والرئيس نال هدنة ومهلة أعطاها للمجتمع الموريتاني، وإحنا من المجتمع الموريتاني ما نقال قررناها في مكتبنا التنفيذي على أن نحتفظ بموقفنا كمعارضة. نعم. ونعطي مهلة العهد الجديد إياكي تحنا نقارنه بين الأقوال اللي أعلنت. نعم. في الحملة وفي خطاب تنصيب وبين الممارسة، وفعلا حصل شيء يشبه إجماع، يا غير لا تعين في ذاك بدأ كل ما تقدمت الأمور يبدأ يظهر فعلا على فهم بعض الاختلالات اللي احنا كنا أول مدة فورا تقريبا يعود شهر نوفمبر في مهرجان الأول اللي عدلنا أعلن فيها على أن وتيرة الإصلاح ما أننا راضين عنها، وعلنا فيها مدعينا من أول مدة علنت وجوب فتح التحقيق في ملفات العشرية، ومدعين علنا أول مدة نهينا وحذرنا من تدوير رموز مرحلة اشتبه فيها بالفساد، وانطرحت لنا آمال جديدة، وفعلا احنا ثمنا انفتاح الرئيس على طيف المعارض وثمنا دعوة الرئيس لإيجاد جو سياسي هادئ، وثمنا الإعلان عن خطوات محاربة الفساد. نعم. غير ذي كامل للأسف بدأت الأيام تدل على أنه ما تجاوز ذيك المرحلة، تجاوز حقيقي كان ندوره. ظهر على اللقاءات اللي خلقت ما تجاوزت العلاقات العامة، وإحنا كنا شاكين اللقاءات المثمرة هي اللقاءات اللي تقود الحوار. نعم. وتقود للناس تجتمع إياك يبدأ التغيير. ما تخطت ذاك ولاحظنا لا تفهم السيد رئيس أنكم ربما استعجلتم قليلا، هذا يطلب وقت. سنة. هذا يطلب وقت. سنة. سنة، ولكن سنة كذلك واجهت في البلد. عفوا سيد رئيس، واجهت في البلد كارثة كان من الأجدر بكم كما ذكرتم بأنكم حزب معارض. أنا جايك في أخبار كورونا. لا تقودون المعارضة إلا أنكم حزب فاعل في المعارضة. ما كان من الأنسب عن هذه دعم روح هذا التسامح ودعم روح هذا الإجماع الوطني، خصوصا فترة فيها يجب أن نلبي فيها جميع نداء الوطن. وثمة جهود كبيرة جدا بذلتها. لا يسبق لك، فهذه نرجع للموضوع ما تحول. تفضل بينا. تفضل سيد رئيس. والله. احنا اول مادة. نعم. في علمي ادعينا لاجماع وطني حول مواجهة الكارثة، وعلنا تسخير وسائلنا المحدودة، وسائلنا البشرية والمتاحة لنا للسلطات العمومية، وطالبنا خلق وفد من مشلت جكجة
ففي البداية ما هاد قاعشان ما هاجاتنا الحالات وأعلن فيها أعلن تواصل بيان رسمي مولي على إنه جاهز للتعاون في الموضوع. نعم. وبدأنا أولاً عدلنا لجنة وطنية لجنة طوارئ. نعم. للكارثة. ولا حنينا ولا عدنا كي بعض الأحزاب اللي وقفت عند بيانات. إحنا نزلنا لموريتانيا ولاية ولاية. وعدلنا حمل التحسيس. ووزعنا المتاح. وجمعنا تبرعات من أفرادنا وتبرعوا معنا مواطنين ما هم منتسبين التواصل إياك نوصلوا للشرائح الهشة اللي كانت وأعلنا استعدادنا. نعم. وترجمناه في دخولنا في ذاك اللي يسمى لجنة كورونا اللي هي لجنة الأحزاب الممثلة في البرلمان. سيد رئيس ما هي علاقتكم اليوم بهذه اللجنة؟ نعرف غير لحين نرجع لك الموضوع اللي كنا فيه قبل. نعم سيد رئيس. قلت أعلن هذه الأمال يا واجعة وتيرة الإصلاح والتغيير فيها ما نراضين عنها وقلناها ولا نراضين عنها ما زين عندنا أن تلتقى الناس وهذا ما يقود الحوار أنا ماني عالم بخطاب رسمي رئاسي أعلن فيه عن الحوار ولا عن كلمة الحوار ولا الاستعداد له كأن ما فهم إرادة له وقلت أعلن سيد رئيس هذا لا يتطلب من وجهة نظركم على الأقل لقاء الجميع والنقاش معها والبحث معها إلى أن تنعرف الطريق اللي ستودي إلى ذلك إلا هي الدور ما طيب ربما هم يسيرون في هذا الاتجاه مسألة يصنتوا للناس ربما يستمعون إليهم إحنا ثم إن هذا الجهود كان أداء الحكومات نعم. وأداء أي عهد سياسي أصلا يقوم 100 يوم نعم هاي 300 يوم 300 يوم ولكن كم من يوم منها كانت فيها جائحة هزت احنا مطالبنا قوي احنا مطالبنا اقتصادات اسمع انتبه مطالبنا السياسية نعم ما هي مرتبطة بالوسائل هذه اشياء تعدل بدون وسائل نعم بني نوقف المفسدين بني نساخرهم بني نعرضهم للتحقيق وبني نحاكمهم ذره يحتاج وسائل نعم وبن نحاور ناس وبن ناديهم كامل نجمع على الموريتاني فر ونقول نعطونا نتحاوروا اعطونا نحلوا مشكلتنا اعطونا نتوحدوا ضروري ضروري مرتبط بوسائل طيب سيد رئيس انتم في الحزب حزب معارض تنتقدون ام تقترحون؟ الاثنين تقترحون على نحن ننتقد نعم ونقترح وهي ثنائيه عندنا ونضيف لها واحده ثانيه نصنعها ونتعاون نعم احنا مدعيين ان في قمه الايجابيه ومدعيين أن موريتانيا ما تقدر إلى اجتمعنا كاملين ما نقدر نصلحها فكيف يحوصها طرف منا ما هم صنة الأخرين ومدعيين ما ندور شيء أكبر من قدو إحنا الحوارات اللي ندندر نحاول ونرغوه كان عهد ماضي شاكنوا طلب دخول في الحكومة إحنا يا أخوتي ما ندور ندخل الحكومة ولا ندور ندخلوها إلى عاد ظروف إجماع وطني إصلاحي حوار عندنا تنقال نشاور حول العملية السياسية نعم نبغى نناقشوا أخبار الحالة المدنية نعم نبغى نناقشوا أخبار السجل الانتخابي نعم ذي السين اللي نصها المعارضة ما فيها أحد منها يلا تناقش يلا المجلس الدستوري نعرف أخبار شنو يلا احنا تجينا انتخابات في أي وقت الآليات اللي عندنا ما هي جاهزة حوارنا حوار سياسي نعم ما أنا داخلين في تفاصيل الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية بعد في الحوار السياسي طيب انتخابات بعد على العموم سيد رئيس عندها أجال المحددة إلى غير ذلك طيب فيما يخص المعارضة كورونا راهي كنا باطل لا نتكلم عنها طول الحال كورونا تفرض نفسها تفرض نفسها وما بعد كورونا كذلك بدأ يفرض نفسه في الحال طيب المعارضة عادة توصف بأنها في مصطلحات تصير المعارضة أحيانا معارضة ناصحة معارضة كذا بالنسبة لكم المعارضة تتعود من أي نوع وماذا عن مؤسسة المعارضة ودورها في تنمية العملية السياسية في البلد بالنسبة للتواصل هذا الأمر قديم عندهم حاسمين معارضتهم نسبية وهي طريقتنا نعم ما نقابلين نعود معارضة شديدة ولا متراخية تمارك ما تيتم معارضة ناصحة احنا لا مازلنا احنا لا تواصل معارضة طيب ولا تزيد ذاك على ذاك إذا نشوفوا الاختلالات نعم نرشقوا أصبعنا ونقيموا العياط ونقولوا أرعاء لمرعاة لا تنحرف إذا تخلق إصلاحات إلا ندعموها والله نسكتوا مباركين معارضة نسبية نعم تابعة لوتيرة الإصلاح
تابعة لوتيرة محاربة الفساد، تابعة لوتيرة العناية بشأن المواطن. زعمت المعارضة هاي مؤسسة للمعارضة كاملة وتتقدم تتقدم هي دارك مجلس الإشراف فيها، فيها كل الطيف المعارض الممثل في البرلمان استثناء أظن التحالف الشعبي، ومع التحاق التحالف الشعبي بخط المعارضة توقع عن موضوع يتحال حل عن ذاك، وصدد تشكيل جهاز التنفيذي. وعلى كل حال تفاصيل أخبارها عندها رئيس هو المسؤول عنها والناطق باسمها، نختار نحل ذاك الموضوع. لكن هي عين عليها هي كبنية دورها بالنسبة لكم في تنمية المسار الديمقراطي في البلد، وخصوصا أنها وشركت إلى حد كبير في مجمل القضايا الوطنية المطروحة. صحيح، ومن هذا الانفتاح اللي حصل الانفتاح على مؤسسة زعيم المعارضة وكان فعلا إيجابي، وزعيم المعارضة اللي موجود دخل فأغلب المناسبات السياسية وظهر فيها وقف مع المواطنين في مجموعة من الأزمات، ولقى الرئيس ولقى الوزير الأول وينقل مشاكل المواطنين، ويعدل دوره على الأحزاب السياسية المعارضة وشد أخباره معهم يتقدم. أنا ظهر أنه يتقدم، هي ما عندها دور تنفيذي كبير، هي دورها الأساسي فيه تنسيقي بين أحزاب المعارضة، وذاك الجانب الثاني اللي هو حامل الهم العام والجانب الاستشاري اللي عندها مع الوزير الأول ومع الرئيس، وتقدم فيه تقدم فيه. طيب سيد الرئيس، ما هو تقييمكم لسنة تقريبا من الحكم الحالي، من أداء الحكومة، ما هو تقييمكم لأداء الحكومة خلال هذه السنة؟ وهذا يقودنا للحديث طبعا الحال عن الموضوع الأهم، وهو موضوع كورونا الذي فرض نفسه. أفصلهم لي نحلها لك. كيف؟ لا بغيت إن شاء الله نبدأ في كورونا ودون نشير هنا ولا بغيت نقيس سنة تقريبا سنة. طيب ودون نشير هنا إلى أن الحقيقة السلطات الحكومة برامجها اللي كانت عندها ما شفت تنفيذها بالرغم من الجائحة إلى غير ذلك، وهي هما مفصولات بطبيعة الحال. على كل حال تختارنا بدبيهم كما تشاءون سيد الرئيس. على كل حال احنا هذه سنة قلت أعلنا إجبرنا وعود استبشرنا بها وله نرجع لها. قلت لنا استبشرنا بالانفتاح غير ما قادنا الحوار، وقلت لنا استبشرنا بأن محكمة الحسابات تنشر تقاريرها غير ذاك ما تلبوش، وقلت لنا استبشرنا أن اللي انتشرت بالإعلام الحر تقارير عن صفقات بالتراضي ضرك في مناسبة كورونا وكلفت المفتشي العام للدولة بأنها تمشي الموضوع غير ما عرفنا كيف تربو، واستبشرنا بأن فهم لجنة تحقيق برلماني بدأت وتمينا مستبشرين لأن رعوا في الأمور داخل ظلمة وخلعنا ذاك، لأنه إذا سبحان الله لم نتقدموا هو ما بيت ما بيه ما بيه قطع واطية. واستبشرنا من يتعدل محكمة العدل السامية وفرحنا وتمينا ذي مبارك معاها داخل زاد هي ظلمة، وعدنا نقول له أخبار شني قلبنا يتقدم أمر إلى أن حكموا له حصاد. هذا اللي قلت أعلنه المسوغات التي تحدث عنها الجهات ما قنعتهم. إحنا قاعد ما رينا هذا، إحنا 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 مشكلتنا الحاجة للتنوير الرأي العام عن ذا اللي يخلق. إحنا انهارنا، قالنا نطاح للخزينة إدارة الميزانية، ونقال نطاح المحكمة العليا ولا عرفنا ذا شنو، ما شنو أحد نحكمه، ونقال هاو متهمين وهاو حق معهم وهاو مجرمين، ونقال نخلقت مردة في البنك المركزي ولا عرفنا اخبارها، نقدم واحدين هو كلافتنا عرفنا سيد الرئيس يطلب تحقيق ويتطلب لا هنا عند كامل يطلب لا يصرف في حينه بطبيعة الحال. طبعا حينه هو المشكلة، حينه احنا وقفات مشات سنة ربما يوفو هذا ما هو معلوم. احنا المجمل المجمل ان انطلقت نيات جيدة وانطلقت الامور انطلاقة جيدة غير وتيرة رابية والحصاد ما رينا، وهذا هذا هذا خطير جدا، لانه بدأ المواطن يفقد الأمل. هذا اللي خلق نهار في الجمعية الوطنية بأخبار لجنة التحقيق وأخبار المحكمة اللي تمت اللي يتجمع لها الناس والناس تحانيها إلين فجأة توقف ذاك. ما نعرف قاعد أن يتوشنه يقدم ذا الله شور تقدامه وشور شنو الطابق شور إيجابي فيها يغذى كامل وخلعنا. لجنة كورونا
هي جزء من هذا. نعم. لا هنا هي 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 مسارين. نعم. خالق اللجنة المركزية الكبيرة اللي الوزارية قطاع مختلف قطاعات وزارية ولا تعنينا. نعم. اللي تعني المواطنين كامل تعدل عمله وملاحظات اللي قلناها بيانات. طبعا يعني هاي اللجنة اللي عدت الأحزاب السياسية نقول فيها ملاحظات في نظري تمثل جوهر خروجنا منها. احنا انعرضت علينا. نعم. وجمع المكتب التنفيذي رغم الأزمة اللي عندنا بأن عرفون قرارها ما دي تقبل ما هو هيئات. نعم. وأجاز أننا نمشوا فيها وشجعنا عليها ومشينا. نعم. وعدنا عضو فيها وبدأت وعدنا نراقبها جلسة جلسة ومثلنا فيها الرئيس حبيب الحمدية النائب الأول رئيس حزب التواصل. نعم. كل جلسة نجمعوا ونقيموا اللي خلق ونعطوا ملاحظاتنا. نعم. بعد 10 جلسات ظهرنا اعلنها ما يهمل بيدرين دور وله نقول اللي داخل نقول لك اولا الاحزاب اللي فيها طلبناهم ينزلوا الميدان معانا ولا تخطوا اجتماعات ومؤتمرات صحفيه واعلانات عاد لجنه اعلاميه هذا في نظرنا ذاك اللي خلق من التدخل مشقرين خالق منه شيء. نعم. يا غير ما عادنا في المستوى اللي يلا كأحزاب جاية رافد تدعم. نعم. ثانية اتفق اعلنها تشكلها لجان محلية يعود فيها العمدة والحاكم ورأس اللائحة لما نشحت ومثل الدرك والحرس. نعم. ورضينا بهذا ومشات وذيك اللي جان ما خلقت واللوائح اللي كان يلا تعدل كان يلا يستشار فيها وكانت يلا تعدل ميدانية ما خلقت وعدت في جهات ما عرفناها احنا قالنا اعطوا لائحتنا قلنا انا ما نعطين لائحة لوائح تنقبض معايير ولين اللي تقدمت عن هذا طلبنا بأننا نقعدوا مع الوزراء ونقعدوا مع الحكومة ونبدأ ملاحظاتنا اللي خلقت ولا رأينا منهم أي حد وطلبنا العضوية في صندوق كجهة رقابة ورفضنا نعود في جهاز تنفيذي فيها ولا خلق هذا ما هو اللي ينفتنا خرجنا من هذا من الإطار احنا ما خرجنا منه احنا بدأنا ننذر نقول إن ما نراضين عن إطار عادل لا إطار إعلامي وبنا رافضين أن الإطار يسيس وهذا كان مطلبنا الجوهري أحزاب تنزل الميدان أحزاب هي منظمات شعبية غير سيد رئيس بقاءكم فيها كان ما كان من الأنسب إياك تتمكنون من التغيير من الداخل هذا هو اللي وسينا احنا دخلنا فيها انا قلت لك 10 جلسات المحاولة التغيير من الداخل احنا اللي قيمنا هذا قعدنا عدنا استشارات واسعه ورجعنا لمكتبنا التنفيذي وناقشنا موضوعنا اظهرنا ان واحدين في عمليه مسيسه ومعدل الدعايه الاعلاميه نسبيا ماني قادنا نقول لها كان هو هدفه كامله وبنها حادث عن الكندور وانذرنا في هذا انذرنا مرتين وثلاثه مهم ان عقبنا اللي قلنا اياك نجنبوا الصدمه ما قلنا لنا خارجين ولا قلنا لنا معلقين حضورنا فيها قلنا لنا غايبين عن جلساتها هذا الأول اللي هي الدبلوماسية اللي نغبنا عنه نعم يشمعوا وشكلوا وفد انه لا هي يجي له التواصل نعم يناقش معهم الموضوع نعم يعني يفرحنا نعم وجمعنا وعدلنا نقاطنا اللي مقترحين واللي نقدروا نتنازلوا عنه وقلنا الصربة ما إليه ترجع الوفد كان رئيس الاتحاد الجمهورية نعم ورئيس التحالف الشعبي وتوافقنا توافقنا نعم انه جاينا وعاد دحميس وهيئنا وفدنا ولا هاتوا جاونا وطوال انتظارنا ولا جاونا هذا مسار نعم ويت منه ذاكم ملاحظتنا نعم صندوق كورونا صندوق ثاني نعم هو اللي عليه رأي وزير المالية صحيح ورفضنا عن عودوا في دور تنفيذي وطلبنا نعود في دور رقابي والمعارضة هو دورها نعم وكنا يلا نعود فيه لين يطلع المرسوم المشكل ولين اعطى الاحزاب فيه شيء انفقعنا يا الحقنا ذاك فتنا قلنا خبرنا موقفنا كنا نعود فتنا قلنا موقفنا نعم عقب وعدلوها عاقبنا قدرا عادوا منا فيها اثنين نعم عائشة هذه اللي جاية من الجمعية الوطنية نعم ان رئيس الجمعية الوطنية عنده شخصين قبل احد من المعارضة قبل احد
ودكتور سدبة اللي مشاه زعيم المعارضة قبل أكبر حزب عنده من المعارضة يعطيها له وعطها له إلين جاءوا تفاجؤوا من أخبار الصندوق وخلق الضجة فيه والناس قاعدة ما علمت بها. أولا هو جهاز الرقابي ترى هي رأسونهم وزير المالية اللي هو الآمر الصرف هو الجهاز التنفيذي. أنت هو الآمر بالصرف وأنت هو المراقب. أصدمنا هذا لما نعرفه عندنا على الأقل هذا الحد الأدنى قال له فصل السلطات ولا فصل الصلاحية. ولين جاء اللي هو قاعد الصندوق فات مشات منه 15 مليار سابق قاعد جمع اللجنة ذيك سيد رئيس لأنهم يقولوا تو استعجالية لأنهم يقولوا تو هو إلى خال هو قاعد أنا قاعد أقابلها أنا أختاره يا أخوة هو فلتم زالت مطرحه كورونا وفو كورونا زالت مطرحه اليوم ومن بعد كورونا سيد رئيس كورونا ما هات ذاك ذيك يا توانا تعايش ومفتح ذا كامل وذي الفضل من الموم ولاش إحنا ما ندور الفضل تلتم ندوره وتنصرف يا غير ماني فاهم الأمر والصرف يعود هو اللي راقب راسه إلين قعدوا قالوا له ندوروا تقرير عن اللي خلق قال نقال لهم ان التقرير ما هو جاهز وبن يحتاج وقت ما الوزع على خلق اللي هذا التقرير اللي هم هي شركه على كل حال لين اللي تقدموا فيه وشكلت له اربع لجان داخل الصندوق المعارضه اللي قاعده ما اندرت اي لجنه منها نعم احنا كنا مهدين بالخروج مولي من هذا الصندوق قاعد بدون الحمد لله فاطمه زالت منه وقلنا نبغى نسوي العام فاطمني ومديوره ليش الناس فرقت والفضل ملمومة اللي منها انصرف سابق يتشكل ولين تشكل ما انصرف من هالشي هاي مرضى نحتاج جواب عليه غير سيد رئيس هو هي العملية الرؤية والله النظرة للموضوع مازالت متواصلة لأن الكورونا مازالت خالقة طبعا والصرف لا يعود طردا يتناسب مع ظرفية اللي فيها البلد كان أنتم جمعتوا عقب يتناسب فيها هذا الصندوق أنا أعتقد هكذا شنو رايكم؟ على كل حال احنا نبغى الامور شفافه اذا كامله يدور حول امر واحد ندور الامور شفافه نعم ان قالنا اللي فاض اخبارها نعم والصفقات اللي خلق فيها لغط ان قالنا المسؤولين عنها هذه من الامور اللي قلنا الخطه الاخرين نعم لا بده يحقق نعم بمعنى تنشر الصحافه ان خلقت صفقات بالتراضي ما يخاض على اي معيار نعم واعلن الرئاسه تكلف المفتش العام في تحقيق الموضوع ولا يظهر حد محمل مسؤوليه نعم نحن ندور شيء شفاف لازم ندور وندور التوزيع يخضع المعايير نرضى عنها كامل واللوائح تخلق بطريقه نرضى عنها كامل سيد رئيس سنعود الى بعد الحد من القضاء العام سنعود قليلا الى الحزب طيب الحزب مشكل من فسيفساء متنوعه في الحقيقه اليوم اي تشكيلات المشكله الحزبي المسيطر عليه ما فهمتك الحزب مشكل من تشكيلات مشكلة من فسيفساء متعددة فيها ناس مختلفة أشخاص مختلفة أنواعها مختلفة توجهاتها كذلك السياسية اللي كانت قبل انضمام الحزب ها وركات هذه المجموعات هي مسيطرة على الحزب اليوم والله حزب ما مسيطر عليه ما مولانا اللي مخلقه مسيطر عليه كامل مسيطر على كل شيء ولا عنده مشكلة هذا الحزب حزب مؤسسات عنده مكتب تنفيذي احنا ندخل نشتغل في مقاربه ما هتفهمتها الطبقه السياسيه موريتانيا احنا نشتغل اللي قالوا فن اداره الفريق احنا نشتغل فريق نعم ومقونين حتى ونصوصنا حاضره وتنترنا في الاجتماعات ولا قاعد يحرك شيء ما هو بها واليتنا بسيطه تواصل عنده مؤسسات تداول نعم الحرية الكاملة تعبير عن الرأي فيها ونحسمه بالشورى والتصويت والأغلبية وذاك اللي مشات فيه تمشي ولا عندنا جهة غالبة مرة في هذا الموقف سيطر تيار ومرة وفينا التيارات كاملها أيوة. فينا صقور وفينا حمايم لباط ما قلت أنت وفينا اللي يختاروا الكياسة حتى وفينا اللي شنيع وفينا اللي قضايا الوحدة الوطنية أكبر عنده من القضايا الأخرى به لأولوية المرحلة وفينا اللي قضايا الحوار السياسي أكبر عنده به له مرحلة وفين مرجعية مالية راسه هذه كاملها تنصب في إطار واحد ينقال له المؤسسات القانونية التواصل هذه فيها ميزات ميزتها الأولى أنها منتظمة احنا ما يتخلف أن موعد واحد استحقاق واحد يسوى مؤتمر
صدرت مجلس الشورى يامس مجمع مكتب رئيس مجلس الشورى مكتب المجلس ورئاسة الحزب إياك يحسموا في أخبار دورة مجلس الشورى اللي تنعقد كانت يوم 7 والله 8 فغشت هذا وخلق نقاش محيط وعدلوا بيان اليوم أن لا ينأجلوا الدورة إلى الظروف اللي طارئة مواعيدنا صارمة ومداولاتنا صارمة وانتمون الدايقوا إلى يتخذ قرار لخاق الله القدام. لو كنت شفت انتخابات الرئاسية الأخيرة احنا فينا التيار كان يبغي دعم المرشح اللي فاز وفينا واحدين كانوا مايلين على دعم مرشح من المعارضة ولين اتخذ قرار شوفوا تشكيلة إدارة رئيس محمد البكر كانت منهم كاملين وذوك اللي كانوا هكم اللي تقدموا وذوك اللي كانوا هكم اللي تقدموا وذوك اللي كانوا داعمينهم اللي تأخروا هذه طريقة التواصل وماشيين فيها لا نصادروا الرأي نعم نصادروا الموقف رأيك تقوله وتعبر عنه وتأثر وتعدل به رأي عام حزبي ولين نحسم الأمر وفرأي قبلنا موقفك ماشي معنا وعبر عن رأيك كما تريد عادة اللي نقبل الموقف نمشي فيه هذه هي الحاكمة التواصل اللي سيطر عليه والتواصل ما عنده قبال تياري يحكم ظهرك واضح سيد رئيس فريق. سيد رئيس بخصوص حدث مع الحمايم وغيرها وصولكم والصقور قولهم في بلد والصقور نعم. نعم طيب سيد رئيس إذا فهمت المقاصد فلا عبرة بالفضل صحيح وصولكم بعد 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 وصولكم للحزب اعتمادا على سيرتكم الذاتيه واعتمادا على مؤهلاتكم العلميه ومرجعيتكم الاكاديميه وغيرها وانفتاحكم كذلك توقع البعض على يبعد فماتيها نوع من 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 من, من الحوار والقرب والتصالح بينما اليوم البعض يقول عن الحزب عن مواقف المعارضه عنها اكثر راديكاليه عاده عجيب. ما يحق ذلك عجيب والله أنا يعني منذ كاسن الحمايم عاد قاع حمايم خالقة وتميت الله منهم رحنا عندنا مؤسسات صارمة اللي انت حسن الموقف ما ينفع فيه لا حمايم ولا صقور معناها عن الصقور لكم الأقوى أقوى خليطة فهم لا ينقلها لك منهم كاملين هي اللي حاسمة تواصل احنا هذا مهم تعرفوا احنا كاد تيار دعم المرشح اللي فاز يسيطر في تواصل نعم وكدنا نمشوا معه اللي حال بيننا معه اظهرنا لما فهم ترحيب بينهك وظهرنا على الطرف الآخر ما قالته الناس من يقع أحوج هو يبقى زرف المعارضة لا يتذرذر ماشي وذا هو اللي ثقث وتير تاكل ماشي ولا وفينا من انتخابات وطالبنا بالحوار قلنا أنا ما عنده مانع ولا أنا كارهين النظام ولا أنا كارهين رئيسه ومستعدين عاونه ومستعدين نمشوا معاهم إلا أن المجانية ما هي خالقة بطبيعة الحال وشي تحت الطاولة ما هو خالق خصوصا في السياسة هؤلاء هنا ما هم خالقين نعم شي تحت الطاولة ما هو خالق والمجانية ما هي خالقة وشي اللي نفردوا به ما نبغوه نبغوا ينادي له المعارضة وإحنا منها ويخلق حوار شامل نعم وإذا جاهزين اليوم ولا أن نعرف موريتاني يلا أهله يجابروا ويلا يتوحدوا ويلا يمشوا في بلد وهذا مهم عندنا وجد علينا وممكن ونبغى نساهم فيه مستعدين له أنا نبغيك تطرح السؤال هذا السؤال ترد عن الحلقة الماضية من مع الحوار الحلقة الماضية لك تخطات مراقب لي دعال يجيب مولانا حلقة طيب من مع الحوار نعم ومن ما هو جاهز له نحن نزعم أن مع الحوار اليوم نعم ومستعدين له ومستعدين تقديم تنازلات جي ولا ندور شروصنا والحوار عندنا قلت لك أنه ما ينقال دخول الحكومة ينقال نكفطوا الموجود لعل تبطقنا انتخابات مفاجئة تعود مؤسساتنا مكزوزة ومتراضين وماشيين في بلد ولا بد من ديمقراطية حقيقية ما هي ديمقراطية موجهة وإحنا نستحقها إحنا يا أخوي القامبي اللي إحنا نعد انتخابات ما شكاوا من التزوير الكوت ديفوار إحنا نعد انتخابات ما شكاوا من التزوير
تونس احنا عدنا انتخابات مشكاة من تزوير، المغرب احنا عدلها مشكاة من تزوير، السنغال احنا عدلوها مشكاة من تزوير. اخوتي احنا مالنا، احنا محيط ديمقراطي، ما انا قاعدين نتخطاو الديمقراطية الموجهة والديمقراطية المحسوبة. انا داعي على ان نجابرو ونكزوا نصوصنا ونتوحدوا ونمشوا قدام والحوار مستعد. سيد رئيس، هل ثمه الصراع داخل حزب التواصل؟ ما قط مرقنا الصراع؟ التواصل من ساعه انخلقوا الدقيقه تطمي بينهم. هذا نقول لك مازلنا اصلاحيين وسطيين. نعم. يا اخي الحمد لله انا مدعي على ان من اقوى الاحزاب السياسيه صلابه قدام الخلاف. لان طابت اعرافنا في اداره خلافنا. احنا نعترف بالخلاف، نعم، نديره. هذا مهم عندي. نعم، نعترف به ونديره. نعم، وفينا اراء يا غير اللي نخاف عليه. درك كان مؤسساتنا ما قامت بدورها. نعم، من درك كان نتخذ المواقف والقرارات ما هي خاضعه لمؤسساتنا ونصوصنا. من درك كان نحترم شورانا. نعم، هذا ازعمه. ولهذا ماني تواصل ماني حاس فيه بذلين قالوا خلاف. والله في تنوع في الرأي وفي تعدد في الرأي وحقيقي في التواصل ومؤسسات يطفو على السطح في هذه الفترة أكثر. وقع ما قط قضى لكن في هذه الفترة تحت السطح احنا خلاف المطروح على فيسبوك. نعم، شنو علاقتكم بالقيادة الماضية الحزب اليوم في الحزب؟ العلاقة اللي ما إليه تبارك الله هذا أخويا وصديقي. نعم، وأستاذنا. نعم، لا سياسيا سياسيا واحد من الحزب وعضو مجلس شورى التواصل ويعبر عن رأيه التواصل ويعود رأيه متقدم في جانب ثاني. وأنا أتكلم عن مؤسسة التواصل. نعم، والعلاقة جانبها الشخصي كي قلت ما هو محل السؤال. جانب والجانب الثاني. نعم، التواصل عنده مؤسسات. هو الآن ما هو جهاز تنفيذي. نعم، هو في مجلس الشورى الوطني للتواصل ويعبر عن آرائه في الساحة. نعم، ويعبر واحد عن آراء أخرى. وهذه مرد طابين عليها ما هي مأثر على وجودنا. معناها التواصل ما نحس في خلاف. نعم، حسبي اللي سميته تنوع في الرأي. طيب، ما هي أسباب الانسحابات المشهورة من الحزب؟ هذه ولا أي حد أثرت في مسار الحزب؟ طبعا الانسحابات هاي ما هي جديدة، خلقتنا من زمان للطايع وخلقت في العشرية الماضية. نعم، وأصلا الأحزاب السياسية تشهد انسحابات عند كل استحقاق سياسي، كل استحقاق انتخابي، عند وخاصة انتخابات رئاسية عادة موسم للرحيل، والانتخابات النيابية والبلدية كذلك. نعم، تواصل ما هو سجن. تواصل اجتهاد خيار. نعم، اللي مقتنع به ماشي فيه، اللي يطراله بأنه يعجل عنه مرحبا، عنده باب خلفي للانصراف. كيف عنده باب لانضمامات كبيرة ونوعية ويجدد نسيج التنظيم دائما ويتقدم في ذاك، عنده كذلك باب للذين يخالفون أو يرون أو يضغط عليهم. أنا ظاهر للانسحابات اللي خلقت التواصل أغلبها في ذي المراحل السابقة كان تحت إكراهات تجارة أثقلوا بالضرائب كيقت الأطر ونقزهم بليداتهم، تم ابتزاز الناس، تم إكراههم، تم لين تعطينا ديمقراطية حقيقية ناس فيها آمنة على أرزاقها وعلى مناصبها وعلى مواقعها، عندها نفس الفرص. تواصل ما يقدر يشهد انسحاب. يا غير مولي الانسحاب احنا مهمنا. الانسحابات لا كيك بيض الدم هذا اللي تعرف ينقلع منك دم، يا كي يجي دم يشدد الخلايا وتعظم الواحدين الاخرين. احنا ساهمنا غير الكميه، غير الكميه من كميه من تبعد كبيره في حاليا في الجسم. ولهذا ما يخالف طبعا كميه كبيره. ولهذا ما تقدر تحسب لي 5000 ان شاء الله 6 الله 7 تواصل مشاب. انا نتكلم عن 100,000 من المنتسبين اللي شاركوا في المؤتمر. تحسب لي هلال هو 4 وشهر 100,000 100,000 اكيد اكيد. ما نقدر نقول لك كذا غير هذه لوائحنا احنا، هذه نظمنا. نعم، هذا هو اللي انتسابنا اللي حصل. طيب طيب سيد رئيس، اي غير قاعد انت ما قلت لك الكميات هم ملايين عن واحد الاخر. لا تعد كيف الملايين توف خايف لا تعد. نعم. سيد رئيس، ماذا بخصوص ثمتك دائما لغط كبير جدا يظهر حول مصادر تمويل الحزب وحول استغلال الحزب للدين الإسلامي الحنيف. أنت تخلطها. إيش قال التمويل والدين الإسلامي الحنيف؟ لا لا. لا هنا عاونك أنا قال. لا نقول لكم سؤالي. نعم، واضح جدا. فماتي جماعة من الناس تتحدث عن المال السياسي داخل الحزب، وفما جماعة من الناس يضع على على على, على, على منحى آخر تقول أن الحزب يستغل الدين في السياسة. ممتاز. وضوح. أنا حاصل عندي على أن الدين والسياسة ما قطوا تفرقوا. هي مرجعيتنا احنا اللي نؤمن بها. نعم.
احنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. قاد دولة ما قعدت المسيد يا يعوي فقط, نعم, وجيش الجيوش وكاتم ملوك الأرض وأرسل نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي وطلبوا خلفاء عاقبوا, نعم. والدولة الإسلامية دولة تقوم على أساس الإسلام والدين. إذن الدين والسياسة بالنسبة لنا خلاط, نعم. ولهذا نسمو روسنا حزب وطني ذو مرجعية إسلامية, وهذا ما فيه استغلال ولا هذا, واللي كامل وباغي. ولهذا احنا ما نقول لنا جماعة المسلمين, نعم, احنا جماعة من المسلمين, نعم, ولا نحتكر الإسلام ولا نحكم الآخرين بأنهم فاسقين والله أنهم كافرين, الأحزاب الأخرى أنها ما هي مسلمة, نعم. لا, لهم مسلمين كاملين. الفرق بيننا معهم أن احنا نعيد بناء المنظومة السياسية والوطنية على أساس مرجعية إسلامية, نعم. والآخرين يعدلوها على أسس أخرى. بالنسبة لتمويلات تواصل, نعم, هاي مرد ثارتي ووسلم اللغط, صحيح, ولا هنا قرجها لك من ناحية رسمية تواصل, نعم, مصادر ذهية. هذه التمويل يجي من الخزينة العامة للدولة, نعم. حقنا كحزب سياسي, احنا ثاني حزب يقبض هذا 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 المستحق, وعندنا 10% من دخل نوابنا الجمعية الوطنية و5% من ذا اللي يجبروا عمدنا, نعم, والمناصب اللي يجبروها الواقج منا أفراد الحزب, جزء منهم مقتطع الحزب التواصل, واشتراكات أفرادنا بجميع مرتن, وكل ما كبر الحزب كل ما كبرت عائداته, نعم, مع كثرة مشتركين, نعم. هذا هو الميزانية الأساسية, غير قاعد احنا معملينها فاش, نعم. انت ما هي انتخابات, احنا مقراتنا لا مركزية, نعم, اللي انت وضعك الواد الناقة مقرهم يخلصوا الحزب المركزي, يخلصوه الواد الناقة, اللي انت تسوي له الروسو تسوي لهم يقول لكن معدلوهم, نعم. إذن اللي عندنا يلعاد شيء من الإعلام والله سكرتير والله هنين والله عامل والله, هاي العباء اللي تتعدل علينا. خالق شين قالوا حملات تبرع ما هي داخلة ميزانية الحزب, نعدلوك يخلق كورونا نهار, وهذا نوقفوا ونعلنوا عن حملة للتبرع من كافة مناضلي تواصل, نعم, من مواطنين موريتانيين, وندخل في الحملات ونحل بها مشاكل. هذه هي أخبار التواصل, واضحة أمورنا وجاهزين لحساباتنا فيها, نعم. التواصل فعلا مدعي لأنه حزب أهل وضحوا, نعم. أنا ما نخلص وقيادة التواصل ما تخلص من وقية واحدة, لا عكس, احنا ندفع اشتراكاتنا واللي ما ندفعه دخل عليها الدقيقة, نعم. التواصل مهم عنده ان تمويله جاي من اهله, نعم. وفهد قال النظام السابق علينا جايتنا, نعم, اموال من الخارج, نعم, ونجايه, وقلنا لهم امالكم ما تلقاو لها, عندكم انكم علمتوا بها وتعرفونها خارجه ما قبلتوها, طيب شنو علاقتكم بالسياسه؟ ما سيدرس؟ عندنا اي مال جاينا من حد, واللي عالم مال جاينا يقبلوا والله يمرقوا. سيد رئيس, شنو علاقتكم بالاحزاب السياسيه المماثله في العالم العربي والعالم الاسلامي؟ لا عندنا ذي المنظمات اللي تتنسق الاحزاب, دائما تنشأ أحزاب مغاربية وأحزاب إسلامية, نعم, وبرلمانات عربية وبرلمانات إسلامية, فهذا تنشأ مجموعة من العلاقات غير طابعها دائما إقليمي, نعم, والله عنده صفة عامة, وإحنا قاعد ما بس ما فهم شيء أكبر من قدو. أغلب الأحزاب نمشوا بيانات تضامن معها وتعزية, نعم, ونجاور وتعي تخلق شيء من التكوينات, عدلها مجموعة من الأحزاب الكبيرة نحضروا لها كحزب, شيء منها يعود إسلامي, شو من يعود علماني, وشو من أحزاب وطنية في مناطق أخرى, ما نحسب علاقة ذيك إياها. وهو الحزب إسلامي أو حزب وطني؟ هو حزب وطني ذو مرجع إسلامي, حاجة طيبة, مرجع إسلامية, تواصل عندي حزب طيبها, عندي هنا حزب وطني ذو مرجعية إسلامية, هذا متخلط على ياسر الناس عندكم والله, عندي هو النظام الداخلي, وتوفوا هذه صبروا على التراوي ما بين السياسة والإسلام, لا بد أنتم محاكمين ومتافقين ولا يصر حد بينهم, خليهم في بدأ, هذا هو اللي جايين به. احنا محتفظين بالتزامنا سلوكنا الإسلامي, نعم, بأخلاقنا, بمرجعيتنا, ونمارس السياسة من هذا المنطلق. سيد رئيس, الناس كانوا معنا في ذلك. سيد رئيس, ماذا تقولون بخصوص عن زمن مات لزمن زمن زمن الأحزاب اللي معتمد على الأيديولوجيات, الناس على دور برامج ودور شيء واقعي, لا تريدوا شعارات ولا تريدوا. ممتاز, هذا نبغى. إحنا قلنا أن حزب التواصل أيديولوجيا شاخت, هذا مهم. لا هي قد أيديولوجيا كلام نظري, نعم, الأحزاب على برامجها, وإحنا عارفون الديمقراطية الحقيقية, الديمقراطية اللي تنافس فيها البرامج, نعم, وعندنا برنامجنا, نعم, وقدمناه
قدمناه للانتخابات كاملها اللي هو خطابنا وبرنامجنا. وأنا مؤيد قلت لأن الديمقراطية الحقيقية ما هي ذيك تعمل فيها الوسائل، ما هي ديمقراطية، ولا هي ذيك اللي ما تنافس فيها البرامج. طيب سيد رئيس، ما هي نظرتكم للصحة والتعليم وإصلاح الصحة وإصلاح التعليم وغيره في الحزب؟ على كل حال لا تنسى أن احنا حزب معارض. نعم. ما بس ما فيدنا شيء عنا. احنا عندنا رؤية للتعليم. عندكم رؤية وعندكم برامج. عندنا رؤية للتعليم. نعم. من النهاية أحمد سالم هي الأمينة الوطنية للتأصيل والتعليم. وعدلنا فيها دورات، واحنا حزب مذكر من أطر التعليم. وقضية التعليم جوهرية عندنا. وإصلاحه مهم عندنا. وعندنا فيه خبرة. ورؤيتنا هي جاية من زمن الإصلاحيين. وعندنا فيه مقاربة مركزة فيها على أخبار الوحدة الوطنية موريتانيا تعليمها كان يجاذبوا جرعة فرانكوفونية زايدة. والله جرعة تعريب زايدة. تعريب زايدة. والله شيء ما يراعي ذيك اللحمة الوطنية. عدلنا مقاربة فيها. وجاهزين لها. واللي يبغي يشوفها هي رؤية. عدلناها لأخبار التعليم. قضايا الصحة وذاك. ما نعدلوا فيه ذاك اللي في البرامج التقليدية الأحزاب. وفي المجال الصحتي وفي مجال الثقافة وفي مجال التعرف اللي تعدل. يا غير كرؤية اللي عالم به هذه الرؤية اللي في مجال التعليم. التعليم. نعم. ومهمة عندنا. طيب سيد رئيس، بخصوص لقاء سيد جميل مؤخرا بسيد رئيس كنت عالمي به. رجعت للمرد اللي فتنا شكينا تخطيناها قبيل. لا تمشين عنه. وانت قاعد كان يا عالم به ولا ما كان عالم به، انت مهور يعنيكم. هذا يعني راي العام، يسول عن راي العام. راي العام فات قنده من الاخبار. راي يسول عن راي العام، يسول عن يسول كذا عن تبعات باختصار تبعات هذا اللقاء. اللي خلق فيه اللي خلق فيه لما يسمم. عادي. معناها انكم انتم السيد الرئيس ما دعيتوا ما رفضتوا ولا دعيتوا لاجتماع مجلس تاديبي ولا شيء من قبيل. احنا وسائلنا ومساطرنا في هذا تعد لهم مداولات خاصة. وأصلا أي حد من الصرف يتصرف نورطوه غير في دوائرنا احنا المغلقة وتنتهي اللي خلق من حق الرأي العام يعرف. لا لا نقول لك بال رأي العام قاعد ذا بلغوا يا غير انتم انت ساهي عنه رأي زميل مزال مطروح لو ترأي زميل اختي نسمه مسيد رئيس والله لا نقول لك بال يبقى لك رأي زميل صرح هو استشعار الحرج وقال كلمات بنها انه عايش في اجتهاد منه وبنه ما يمثل حزب تواصل واعترف في اكثر من وسيله اعلام على انه هذا اجتهاده هو ورايه يا كان قياده الحزب كانت عالمه والله ما كانت عالمة هو كان فهم الاثنين رئيس جميل المرة الماضية اللي ما انجبر رئيس الحزب واحد المواعيد عرض عليه انه يا انجبر وقال انه ما هو بديل عنه رئيس حزب قائم وترتب على ذلك انه يقدعوا له يرتب له موعد ثاني يرى اللقاء اللي خلق نهاره هذا فعلا هو ظهر له انه يجتهد فيه ولا علمت انا بعد ما علمت فيه ما علمت به لا سابق يلقاه ولا عاقب يلقاه لا من تصريح هو الاعلامي وعلى كل حال هو اجتهاد ومبادره عدلها احنا نوع ما نضيق به ولا يعقدنا ونعرفه وطابنا عليه ولا يفسد ودنا بن حد من يبادر شكرناها كمؤسسه وعدلنا فيها بيان والبيان اللي علينا فيه ذاك اللي قال هو يا غير الا وما اطلعكم على فحوى اللقاء ما اطلعكم ويطلعنا على فحوى اللقاء بالضروره طبعا الا هي يطلع الناس كامل عليها ولا اثار هو لقاء وطني ما هو لقاء شخصي طيب ولا اثار كبير خلاف ولا مشكله داخل الحزب اثار ضجه اعلاميه كبيره غير مؤسسات الحزب صلبه والموضوع ما مكتب التنفيذي في نقاش والموضوع ما نشك انه جاوز ساعه واحده ونحتوى هذا كانوا فيها كان في الحمام هم الاقوى ماني اخوي الحمام الا في راسك انت صفر سيد رئيس بالمناسبه انتم هم اللي شفت التعبير صحيح
صحيح. أنا قلت لنا تفادى. أراني ساحبة. أنا قلت لنا تفادى. أراني ساحبة تماما. تفضل سيدي. اللي حصل في المكتب التنفيذي نعم. أعلن مشات أغلبية كبيرة لأن الموقف يحتوى. نعم. وأتوقع أنه إذا أنت متابع وتيرة الإعلام الجديد قام ماشي مص وفات الأخبار. صحيح. وهذه ضربات إحنا تقوينا. تقوي حوارنا وتقوي خلافنا وتقوي مؤسساتنا. وتوخل قتيك تناقيش عبر هو أنه عدل ذاك الاجتهاد وعدل الحزب بيانه عبر فيه بنفس المضمون قال هو أنه ما هو معني بهذا وأنه ما علم به ووفينا ذاك على ذاك. إذن عادت مياه إلى مشاريعها. عاد مياه لمشاريعها والأمور توقعناها إن شاء الله تعالى. طيب سيد رئيس بخصوص حلف دائما ماذا عن مستوى كيف تقيمون مستوى أداء البلديات اللي عليها منتخبين من الحزب حتى الآن؟ إحنا في تقديرنا على أن بلدياتنا كانت وعادت في المرحلة الماضية تعرضت لياسر المضايقة والعرقلة والتقارير اللي حصلت من هي وزارة داخلية دارت عمدنا في الطليعة في طليعة الأداء رغم الحصار اللي انفرض عليهم ورغم عرقلة عملهم ورغم يسر من الوسائل اللي ما كانت مناسبة لواحدين فيه. نعم. بعد ذاك التجربة الجديدة احنا فيها شركاء لأنها العمدة الحسن اللي في عرفات المجلس اللي فيه مجموعة المعارضة نعم. معه والعمدة محمد لمين نعم. شعيب التجنين المجلس اللي فيه مجموعة المعارضة نعم. إذن عدنا نشتغلوا مرة ثانية بفريق وطني يمثل مجموعة من القوى السياسية وقوتهم في نظرنا تجلى في ثلاث مظاهر. الأول نقل المؤسسية اللي في تواصل شغل البلديات نعم. وأنا أدعي أن أسلوب إدارتنا للبلديات أن أسلوب ديمقراطي وشفاف وشوري وواضح الأمور ومعانا منافسين السياسيين يعرفوها. الثاني هو الميدانية نعم. لأن عمدنا تقدموا وأنجزوا في الميدان ويكرطوا في الظروف الصعبة ياك يحلحلوا مشاكل المواطنين وياك يخلق في الطرق وخلق في الخدمات العامة وخلق في البرامج التنموية اللي متقدمة. والثالث وهذا مهم هو لأن بلدياتنا قربت من المواطن لأن ما عدنا الفوق احنا عمدنا دائما تشوفهم في الناس وانهم ضحاوا مع المواطنين المتقدمين فيهم. أنا أدعي من تجربتنا البلدية القائمة أن لا يتقودنا في الانتخابات القادمة لأن رافعة في الانتخابات القادمة وفي نظرني التقارير اللي جاءت من الجهات المختلفة اطلع عمدنا في الصدارة في أدائهم وفي نزاهتهم وفي نظافتهم للمال العام وبن هذه أكبر حامل لنا في الانتخابات القادمة. طيب سيد رئيس هذا بعيد عن فهم بعض المراقبين وبعض الناس اللي يقولوا عن يعتقدوا عن الحزب عن خالق قلق كان عنده والله كان قدر كبير من الدعاية والإعلام قدر كبير من النشاط عنه انحسر وعن ذاك ربما ينعكس سلبا على 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 على, على خريطة الحزب وعلى الانتساب وإلى غير ذلك. ما هو ردكم بهذا الخصوص سيد رئيس؟ لأن ما يعلم به ما لكم عالم به. طيب سيد رئيس ماذا بخصوص الانسحابات اللي خلقت والظروف اللي خلقت فيها شنية وإلى أي حد أثرت على الحزب؟ ما ظهرك من أثرت على جسم الحزب كيف لو مثلا تيار راشدون وغيره من الجماعات اللي نقول لك انسحبت وتأثيرها حقيقة على كيان الحزب اليوم شنو؟ نقول لك نعم انسحبت نقول لك حجمها نعم. المكتب التنفيذي فيه 45 عضو مش من واحد نعم. زي الشورى الوطني فيه 300 نعم 300 وشوي 316 مشاو منه 11 عضو عندنا نعم. غير شخصيات وازنة. لا نقول لك لا هو في الحزب كانت لا معناها ما هو رئيس الوازنة تنقال رئيس ورئيس مجلس الشورى وأمين العام ورؤساء المنظمات في المناصب غير الوازنة غير الوازنة من حيث الكتلة اللي معاها من حيث الكتلة اللي معاها واللي ما تخطاها على كل حال خلقت انسحابات نعم. قلت الظروف اللي خلقت فيها وقلت أن احترم رأيي وأن نقدره وقلت أعلن بهم سنسهم في نقل تجربة الديمقراطية يا غير بعد مدعي لأن ذو اللي خاضوا
ما يقدوا يشكروا علينا مؤسسيتنا، نعم، ولا يقدوا يشكروا علينا شورانا، ولا يقدوا يشكروا علينا نضالنا، ولا يقدوا يشكروا علينا احترامنا المبادئ حزبنا والمشي فيه، يقدوا يختلفوا معنا في الموقف والصح يمشوا به. نعم. سوى لهم اللي مشكر نيشن يقدوا دور ضاوبة بشي ثاني. نعم. والله شافوا شي ثاني. أنا أزعم على أنهم ما هم اللي يراوا خير منا. طيب سيد رئيس، طيب سيد رئيس، وعلى كل حال نحترمهم. طيب سيد رئيس، وقت البرنامج تجاوز الحقيقة، تجاوزنا الحقيقة الوقت المحدد للبرنامج، بدنا نتجاوز على العمولة، يتبع عن إجابات تساؤلات سريعة وإجابات سريعة يمكن. طيب سيد رئيس، الأوليات المطلوبة اليوم بالنسبة لكم للتصدي لوباء كورونا، بما أنكم شجرتوا ذاك الأداء وذاك عبرتوا عنه قاعد بيان، شنو الأولويات اللي ظهركم عنها يلا تعود في الأداء مواجهة هذا الداء؟ هذا عبرنا عنه بإيجاز. إحنا ظهرنا أن يبدون السلطات تخلط قرار تعايش مع الوباء إلين تعزز المنظومة الصحية، نعم، وتحسن حوافزهم، نعم، والمنظومة الأمنية كانت معاونة فيه، نعم، وتحسن حوافزها ويشرك بقية المجتمع خاصة المجتمع المدني في العملية ويركز فيها للشفافية والنزاهة، وأن ذاك لا يحصل يعود مبني على معايير تشهد الناس كاملة، ندور نصدقوا له وندور نشحوا فيه إن شاء الله تعالى. ذاك هو الحاصل عندي. واضح. طيب ماذا بخصوص وجهة نظركم حول الجهود المبذولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل تلبية حاجات الفئات الهشة في المجتمع إلى غير ذلك؟ إحنا ذا اللي خلق من التوزيعات، نعم، ثقل علينا وقفنا على نالوا واحدين ما هم مستحقين، وقفنا على واحدين مستحقين ما نالوا قرعتهم. تحايل السيد رئيس، وخلعنا للأسف الشديد، هذا لو حضرونا في الموضوع نجهم من هذا، لو طبقوا ذاك اللي اتفقوا عليه، نعم، ان اللجان الميدانيه اللي فيها المنتخبين المحليين، ذا الموضوع ما يخلق. وحصل عندنا ان خلق تلاعب، نعم، يسوى في الصفقات، يسوى في التوزيع، يسوى في اعداد اللوائح، ذا يلا يوقف، نعم، لين يوقف ترجع الامور على نصابها، ولأننا راضين عن الوتيرة وفي نظرنا أنها متأخرة جدا كذا الشيء كامل. الإشكال الجوهري، نعم، المطروح هو البطء في حركة الإصلاح، البطء الشديد، نعم، وخوه من الإشكالات. تعترفون عن فهم بعد برامج اجتماعية هادفة، فهم نيات ليس نيات فقط سيد رئيس، هي فهم برامج اجتماعية هادفة. على كل حال احنا مشقرين، قلت الوتيرة، نعم، بأننا مشقرينها تماما، نعم، ومشقرين ان الفساد ما نسمع. احنا راعوا الجزائر حدانا رؤساء حكومات ووزراء ينقادوا المحاكم، نعم، واحنا درنا في المول تتقدم قضيه للمحاسبه، ورؤوس رؤوس والله الناس اللي اتهمت ما قدرنا نحكموا لحد محكمه القضاء، هم ابرياء يا غير كيف وقد قيل اللغط اللي خلق لهم هم يلا يستشعروا الحرج قبل وينسحبوا. انا ماني فاهم الفساد ما يقد يخلق محاربته مع وجود المفسدين، ولا يقد يخلق محاربة الفساد، ما يقد يتعايش الحرب على الفساد والمشتبهين في الفساد. حسموا واحدة من المقاربتين، وهذا مثقل علينا إن ما طرى ياسر. يا الله يطلع نظام جديد غير الوقت. أنتم تطلع جماعة جديدة قناتها مع الوقت اللي فات، وقت ما تعتبرون مازال عن الوقت قليل ومازال. هذا الأمر اللي نعطانا في الشهر الأولين وفوه له، ريحوا لك من المفسدين. سيد رئيسك ريحوا لك من سيد رئيسك من تواجه الواقع يقعد عود أصعب شوية. خلينا نواجهه إن شاء الله من فهم إلى فهم. ما قلت لك أنا ما محتاج فضة، إرادة، فهمت تجارب، أنت بين تجارب النوع ما طولت به، ربما عجلت، أنت بين معنا الناس اللي كانت في المراحل السابقة مازالت قاعدة. طيب سيد رئيس، وقت البرنامج أشرف على نهايته. على كل حال أنا عندي ملاحظة، الله أنتين بغينا والله قبل ذلك استأذنك فيه. والله قبل ذلك ماذا كيف ترون الأفق المشهد السياسي في المستقبل البلد بناء على هذا التشاور وهذه اللقاءات وهذا جو، على كل حال جو اللي أصبح إلى حد كبير مساعد على اللقاء وعلى على كل حال احنا الآراء والأفكار. احنا نعرفونا في عهد مختلف عن اللي كان سابق، ونعرفونا في نيات مختلفة عن نيات كانت سابقة، ونعرفونا خلق شيء ما احنا معنا مكابرين يا غير فتقت شقارتنا، نعم، نعم، يعني عالها لا عد هون لا نستغل هاي الفرصة. أولا نمشي ثلاث رسائل قدر المستطاع الأولى، نعم، له التواصل وناظر التواصل في الشرق البعيد وفي الجنوب وفي الغرب وهون وفي الخارج، نعم، نبغي من هون نقول لهم جزاهم الله خيرا،
نقول نشاكرهم، شاكر تضحياتهم وأدائهم وانضباطهم وجديتهم، وندعيهم للصبر ويتحملوا ثم أمل موريتانيا ولا تعجلوا ولا يثق عليكم هذا. أنا متأكد أنكم أنتم هم الحل وأنتم هم القادمين بإذن الله تعالى. ورسالتي الثانية للطبقة السياسية، نبغي نعلم ميثاق شرف، أقيلوا المعارضة وقيلوا الأغلبية، أعطونا نتوافقوا على قواعد تسيير الخلاف السياسي، وعلى أن نزاحموا البرامج وبأن ما يستقوى بعضنا على بعض بوسائل ما هي شريفة، وبأن تتاحنا نفس الفرص، وبأن نتقادوا فيها ونتنافسوا فيها، ونعدوا ديمقراطية تستاهلها موريتانيا. اللي فاز بها نهنئه كاملين ونعطوه فرصة، واللي ما فاز قاعد ينتظر. غير نبغي نحلموا باليوم اللي تطلع انتخابات ولا يقول حد شاك في تزويرها. هذا مطالب السياسيين يتعاونوا عليه ولا ما يتعارضوا بينهم. ورسالة الأخرى للرئيس والحكومة، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، داعيكم تعرفون كنت مثل موريتانيا كاملة. نعم طبعا الحال. الرئيس موريتانيا كاملة طبعا، شيطنة المعارضة وتجريمها وتخوينها وإقصائها. إحنا جميع التعيينات اللي خلقت، أنا ما أتكلم عن المناصب السيادية يا أخوي، مدير مدرسة ومدير مؤسسة، أن المعارضة كفاءاتها تنقصى وتجارها ما يحضروا في الصفقات العمومية ولا 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 عندهم الفرص. إحنا ولا ما نعينه فينا حضروا فيه، داعين أن نقادوا في الفرص. نعم. وبن الرئيس يعرف أن الموريتانيا كاملة. نعم. وبن هذه أيدوا ذا الصبع إلى عاد مكفوت، ما نقطعوا يبقوا لله أربعة، واللي نكفت هذا ونقطعوا يبقوا لله ثلاثة، نصبر عليه لين يرجع واللي نكزوا ويجمع موريتانيا وتمشي في بلد. احنا مخلعين من ما بعد كورونا، الهزات الاجتماعيه اللي تخلق عقب الأوبئة قادمه على المنطقه كاملها، وما لديه قريب، ما لي امس المعارضه فيها كانت راضيه بالحوار مع الرئيس، اليوم تقول ما تينا راضين به الحلف انه يخرج. نبغى ما نلحقوا ذا ان شاء الله، نبغى نتوحدوا احنا في جولان نجمع امورنا. سابق جينا الهزات اللي متوقعه ولين ما نكزوها من الان. ونوحد امورنا من ذاك، خايف الفرصه تفوت علينا. لأن اختتموا السيد الرئيس، اختتموا بنوتة على الأقل نوتة أمل، نوتة أمل أحسن. نعم أحسن. فجو هذا التسامح وجو هذا التشاور إلى غير ذلك، تلتقي المعارضة وتلتقي الأغلبية على كل حال إحنا عندنا هذا الأمل، عندكم هذا الأمل، وقايل أننا مستعدين له، وداعي المعارضة أنها تجابر بالعجلة وتهيئ عريضتها السياسية، وداعي الرئيس والحكومة أنهم يقدموا فعلا إعلان نية الحوار السياسي، نهيئوا به المجتمع السياسي، ونهيئوا بها الانتخابات القادمة. وتمشي موريتانيا متافقة، مشيها متافقة راه نبغوه. هذا هو اللي يختلف. شكرا جزيلا سيد رئيس. أيها السادة المشاهدون الفاضل، باسمكم أعود من جديد أشكر باسمكم ضيفنا سيد محمد محمود السيدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، كما أشكر كذلك هؤلاء القادة والشخصيات. خلينا نقدمهم لك والشخصيات، ما زال عندي الوقت سيد الرئيس في النشرة، والشخصيات الحزبية المرموقة على الحضور معنا هذا المساء في بلاتو برنامج المشهد السياسي. إلى أن نلقاكم أيها السادة المشاهدون الفاضل، شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. وشكر الإخوة والأخوات اللي حضروا معنا. شكرا جزيلا. إذن إلى أن نلتقي وإياكم أيها السادة في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم مني ومن فريقه ومخرجه الشيخ حبيب طيب المناد، ومن رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.